اهلا بكم مشاهدينا الكرام، دائما معنا على شاشه قناه النيل الاخبار، ونحييكم في مستهل هذه التغطيه الاخباريه الخاصه والتي نتابع معكم من خلالها اجتماعات البنك الاسيوي للتنميه المستدامه، والذي يعقد اجتماعاته السنويه هذا العام في مدينه شرم الشيخ. هذه الاجتماعات السنويه الثامنه منذ نشاه البنك في عام 2015. الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانبه شهد انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد في مدينة شرم الشيخ هذا اليوم، ويحضر الاجتماعات ربما كما تابعتم على امتداد التغطيات الإخبارية المختلفة لنا على مدار اليوم رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وأيضا وزير المالية دكتور محمد معيط، وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة. هذه الاجتماعات تأتي أيضا بمشاركة أكثر من 100 دولة مختلفة على امتداد العالم للمساهمة في صياغة واقع اقتصادي جديد يرتكز على الترابط القاري من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بين مختلف دول العالم. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نتعرف عليها من خلال طرح الكثير من النقاط للنقاش مع ضيفنا الكريم الذي نشرف به معنا هنا في الاستوديو دكتور سمير رؤوف الباحث الاقتصادي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ الكريم. ابدا مع حضرتك بتعريف مشاهدينا الكرام بحقيقه البنك. البنك اعتقد تم الاعلان عن خروجه للنور في عام 2015. الصين هي الدوله المؤسسه او الدوله الرئيسه التي تساهم بالقدر الاكبر في راس المال الخاص بالصندوق الى غير ذلك. حقيقه البنك ولماذا انشئ؟ اذا كان حضرتك تعطينا بعض المعلومات او التفاصيل حول البنك الاسيوي للتنميه المستدامه. وطبعا كل مؤسسة دولية بتنشأ لغرض ما، طبعا الصين هي كانت المؤسس الرئيسي فيه، وبعد كده انضمت لها روسيا وانضمت لها الولايات المتحدة في 2000، كان البداية في 2014 وأطلق للنور في 2015، وبالتالي ابتدى يشتغل على البنية التحتية في الدول، يعني بيمول الولايات المتحدة انضمت للبنك؟ من ضمن الأعضاء المنضمين المؤسسين للبنك في 2015، وده كان من يعني من المفارقات النهارده، يعني من المفارقات الموجوده، وكان راس ماله كان بادي ب 50 مليار دولار. طب معلش انا هقطعك في البدايه كده خالص، معلش ازاي الولايات المتحده الامريكيه انضمت للدول المؤسسه او تواجدت في البنك؟ وحسب راي الخبراء وكثير حتى من المسؤولين ان الهدف من البنك هو تقويض النظام اللي اوجده نظام بريتون وودز ونشا عنه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 1944. صندوق النقد الدولي، الفرق بين صندوق النقد والبنك الدولي ان صندوق النقد بيشتغل على الاختلالات الهيكليه القصيره الاجل، لكن البنك الدولي كان لاعاده اعمار اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه، وده بيدي القروض بتاعته بيكون طويله الاجل. فكل مؤسسة دولية بتنشأ لغرض ما. البنك الآسيوي انضمت ليه الولايات المتحدة الأمريكية في بداية تأسيسه بال 50 مليار، النهارده احنا بنتكلم على 100 مليار. البنك لا، أنا بتكلم مع حضرتك على المفارقة، يعني الولايات المتحدة يعني أحد الأضلاع الرئيسة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. المؤسسين ما هو يعتبر بنك. البنك الآسيوي للاستثمار في التنمية المستدامة حسب رأي الكثير من الخبراء أنه أحد أهدافه تقويض هذا النظام الذي يعني أحد أركانه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. هي مشاركة فيه كبنك كرأس مال، يعني هي هو تأسيسه كتأسيس بنك عالمي بتنضم ليه مجموعة من الدول، وبيتم مساهمة الدول في رأس ماله بشكل يعني زي ما احنا مشاركين في صندوق النقد. احنا خدنا القرض من صندوق النقد وفقا لمعايير صندوق النقد، ولكن احنا لينا جزء في راس مال صندوق النقد. فالولايات المتحده الامريكيه هي واحده من المؤسسين، وفي دول امريكا الجنوبيه برضو، في داخله البرازيل والارجنتين داخلين من في التاسيس بتاعه في البدايات برضو، او في راس ماله في البدايه. البنك الاسيوي هو بيهدف في البنيه التحتيه، النهارده هو بيشتغل على الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الدوار، يعني بيبتدي يعمل اعاده تدوير للاقتصاديات اللي هي عندها استعداد انها تخش في منظومه الاقتصاد الاخضر. وبالتالي انت كان عندك في 2000 في سنه 2020 انت كنت من الدول اللي هي الاولى في افريقيا اللي ابتدت تعمل تمويل الصناديق الخضراء، وهو كان مشارك فيها.
بجزء من راس المال اللي كان طرح ب 750 مليون دولار تقريبا على ما اتذكر. وفي هذه الفتره عقد الاجتماع بتاع البنك، كانت مصر من الدول المشاركين فيه، في زي ما قال الرئيس النهارده 2020 21 22 عن طريق الكونفرنس، لان كان موضوع جائحه كورونا وعدم الانتقال ما بين الدول كانت الخطوره يعني بتاعت كورونا، وبالتالي كان احنا اول دوله تستقبل هذا الصرح بعد يعني توقف لمده 3 سنوات من عمليه الانتقال او التجمعات بشكل كبير. ده راجع لان انت كان عندك المؤتمر الاقتصادي وكان عندك مؤتمر المناخ، انت يعني ظهرت بصوره جيده امام العالم كله، ظهرت بشكل يعني مشرف للقاره بشكل كبير، والنهارده انت بتتحدث عن القاره في يعني البنيه التحتيه وان انت ازاي ممكن تعمل تنميه. النهارده حتى البنك نفسه بيتكلم عن البنيه التحتيه في شمال افريقيا، الدول طبعا باستثناء طبعا ليبيا، لان طبعا المشكله بتاعت ليبيا، والمغرب طبعا بعد مشكله الزلزال، ولكن انت كان عندك في تونس والمغرب والجزائر بنيه تحتيه محترمه في شمال افريقيا تقدر ان هي يعني تستقطب الكثير من الاستثمارات. انت بتعمل بنية تحتية عشان تنمي، تعمل نمو في الاستثمارات، تعمل تجتذب رؤوس اموال بشكل كبير. انت عملت كمصر النهارده تحدث يعني تحدثوا عن العاصمة الادارية الجديدة، وتحدثوا عن يعني مدينة العالمين، هي شكل من الاشكال الجديد حتى كمان في التطوير العقاري. عظيم. طب هنا البنك عشان برضو المعلومة تكون واضحة ومؤكد عليها، لا يستثمر الا في المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية، لا يستثمر او لا يمول مشروعات صناعيه مثلا او ما شابه اذا كانت بعيده عن فكره التنميه البنيه التحتيه ومشاريع التنميه، ولا ايضا ده داخل ضمن نشاطاته؟ هو يستثمر في البنيه التحتيه فقط. اه او من اهدافه الرئيسيه الاستثمار في البنيه التحتيه. هو ممول 35 دوله، الرئيس ذكر النهارده 223 مشروع احنا بس، لكن هو بيمول يعني مشروعات كبيره او مشروعات عملاقه وضخمه. اشكال التمويل يا دكتور سمير بتكون عباره عن قروض؟ هي قروض ولا منح ولا في منها جزء بيع قروض وفي منها جزء منح، لكن الاكثر القروض، لان هو بيعتبر بنك بيعمل دوران لراس المال، وبالتالي هو عشان يعمل تنميه في دول اخرى يعني. طيب مثل هذه القروض لا تمثل عبئا على الدول التي تقوم بتنفيذ هذه المشروعات، خاصه ان ربما بعض هذه المشاريع لا يدر ربحا بشكل مباشر يعني؟ مشروعات البنيه التحتيه الاستثمار فيها بيجي العائد بتاعه بيرجع المردود يعني للممولين بعد فتره زمنيه طويله الاجل، لكن المشروعات الاقتصاديه اللي هي زي يعني البناء والتشييد، مشروعات المصانع دي راس مالها بيرجع بشكل اسرع، وبالتالي هم عارفين ان التمويل اللي هم يعني بيمنحوه للدول او اذا كانت منح او قروض بيرجع بعد فتره طويله شويه، وده الاستثمار في البنيه التحتيه لان هو بيدي القروض طويله الاجل. زي بنسب فايده اقل من البنك الدولي ولا نفس النسب؟ هو تقريبا نفس المعايير، نفس النسب، لان هي نسب دوليه تقريبا كلها، لكن احنا بنتكلم على ان انت كيف تحصل على القرض، وان انت ايه الامتياز اللي هو يديهولك عشان ياخد يعني هذا القرض، وانت بتستفيد ايه من القرض. انا النهارده عشان اعمل اروح مثلا العالمين الجديده مش محتاج شبكه طرق، دي ابسط شيء. عايز اعمل منطقه صناعيه، ما انا بحتاج شبكه طرق. شبكه طرق وانا بعملها والناس شايفه طريق فقط، لكن هو بيعمل غاز، بيعمل كهرباء، بيعمل لما بيعمل كهرباء بيضطر يعمل محطات كهرباء للتوليد، لما بيعمل شبكه انترنت وشبكه اتصالات بيضطر ان هو النهارده انا عندي اتخلق مصنع للالياف الضوئيه، وده بيخش في جزء من التصنيع، لان كمان الرئيس لما اتكلم النهارده اتكلم على موضوع ان احنا اشتغلنا بطريقه البيج بوش او الدفعه القويه في الاقتصاد، وده ان هو بيشتغل في كل القطاعات في وقت واحد. في دول بتشتغل في بتفتح في كل القطاعات، وفي دول بتشتغل على قطاع او قطاعين في فتره
يبتدي ينمو هذا القطاع، يبتدي يخرج منه كدولة ويبتدي يخش في قطاعات أخرى. طيب أنا أستاذن حضرتك نتوقف قليلا مع هذا الحوار المهم، ربما نتعرف أيضا من خلاله على بعض الملامح المرتبطة بسياسة البنك من خلال هذا الحوار الذي أجري مع نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. نتابع هذا الحوار ثم نعود مرة أخرى لاستكمال هذا النقاش مع ضيفنا الكريم. أولا نود أن نرحب بك على قناة نيل للأخبار، شكرا لك. إذا تحدثنا عن البنك وعقده اجتماعي السنوي في مصر، لماذا اخترتم مصر كأول دولة في أفريقيا لعقد الاجتماع بها؟ نحن سعداء للغاية بوجودنا هنا في مصر في هذا الاجتماع السنوي، هذا أول اجتماع سنوي وجها لوجه يعقد منذ عدة سنوات، وعقده هنا في مصر فرصة جيدة للغاية لتوضيح أننا نعمل بشكل جيد كذلك مع الدول من خارج المنطقة، ومصر عضو مؤسس وعضو مهم للغاية في القارة الأفريقية. هل يمكن أن تلقي الضوء على العلاقة والتعاون بين البنك ومصر على وجه التحديد والبنك وأفريقيا بشكل عام؟ نعم، نحن لدينا مجموعة من المشروعات الجيدة التي تنفذ هنا في مصر في مجال الطاقة والنقل، ولقد اتفقنا على مشروع آخر في هذا المجال، ولدينا كذلك مجموعة من المشروعات التي يتم التخطيط لها. وكذلك مصر ووزير المالية بما أنه الآن رئيس مجلس المحافظين، فلدينا علاقة قوية ووثيقة للغاية مع مصر كعضو. كيف يمكن لمصر أن تكون الجسر بين أفريقيا وأسيا خاصة في مجال البنية التحتية؟ مصر مهمة للغاية لتحقيق الربط بين أسيا وأفريقيا، وأنتم تعلمون أن أسيا من حيث الاقتصاد وعدد السكان هي أكبر قارة في العالم، وأفريقيا كذلك قارة متطورة ونامية، لذلك وجود علاقات قوية مع مصر يساعد في تحقيق الربط بين القارتين، وهذا هو أحد الأهداف الرئيسية لنا. البنك بذل كثير من الجهد في التعامل مع تغير المناخ، كيف يمكن للبنك أن يدعم أعضائه في مواجهة تغير المناخ؟ نحن لدينا المناخ كأحد الأهداف الرئيسية في استراتيجيتنا، 50% من تمويلنا هو الهدف لتحقيقه بحلول عام 2025، وقد وصلنا لهذا الهدف بالفعل بنسبة 56% في العام الماضي، ونتمنى تحقيق المزيد من النمو وأن نقوم بتمويل الكثير من مشروعات المناخ الأخرى. نتوقع أنه بحلول 2030 سوف يكون لدينا 50 مليار في تمويل المناخ، وتمويل المناخ مهم للغاية لأنه يحدث بطريقة ديناميكية وجيدة للغاية، ولقد اتفقنا كذلك على خطة عمل للمناخ. خطة عمل للمناخ هذه تحدد الإطار لمشروعات المناخ بحيث تركز على المناخ وتساعد الأعضاء ويكون لها أثر جيد، ونتمكن من خلال هذه المشروعات من حشد تمويل القطاع الخاص، ولدينا شركاء كذلك نعمل معهم، ونحن ندعم الابتكار كذلك في مجال التمويل والتكنولوجيا. البنك له دور مهم في دعم الشعوب الأفريقية والأسيوية. ما هي الموضوعات التي سوف يتم مناقشتها في هذا الاجتماع، وكيف يمكن أن تدعم الدول والشعوب في أفريقيا وأسيا من خلال كل مشروعاتنا؟ مشروعاتنا هي الطريقة الأفضل لتحسين مستوى معيشة الناس هنا في مصر وكذلك في كل الدول، مثل مشروعات الطاقة المتجددة، فهي تقدم طاقة نظيفة وهي جيدة للغاية للمناخ، وتقدم كذلك الطاقة بحيث أن المزيد من الأسر المعيشية يمكن أن تحصل على الطاقة بأسعار مناسبة، وهذا يحسن من كسب العيش ويحسن كذلك من الظروف للمرأة والشباب، لأنه الوصول إلى طاقة نظيفة يحسن من جودة الحياة ويحمي كذلك الغابات والبيئة.
كيف أن بنك الاستثمار في البنية التحتية في آسيا أن يستثمر خاصة في أفريقيا وآسيا؟ نحن نقوم بهذا العمل من خلال الكثير من المشروعات. نحن لدينا مشروعات خاصة مشروعات القطاع المالي التي من خلالها نشارك في توليد التمويل ونجتذب المستثمرين ونقدم التمويل كذلك للبنوك التي تقدمها في صورة قروض في مجال المناخ والبنية التحتية، ونضمن كذلك كثير من المشروعات. هناك كثير من الأدوات المالية التي نستخدمها بحيث يصبح من الأسهل على القطاع الخاص أن يعمل في هذا المجال. السؤال الأخير، هل هذه أول زيارة لك لشرم الشيخ؟ لقد عقدنا اجتماعات جيدة للغاية في هذا الاجتماع هنا في شرم الشيخ. شرم الشيخ مدينة رائعة، والتنظيم للمؤتمر رائع ومهني، وسوف يكون هذا اجتماع سنوي رائع. ونود أن نتقدم بالشكر لوزارة المالية لاستضافة هذا الاجتماع. شكرا لك على وجودك معنا في قناة النيل للأخبار، ونتمنى أن نلتقي بك مرات أخرى هنا في شرم الشيخ، واستمتع بوقتك. شكرا لك. بعد أن تابعنا هذا اللقاء نعود مجددا لضيفنا الكريم هنا في الاستوديو دكتور سمير رؤوف الباحث الاقتصادي. أهلا بك مجددا دكتور سمير. وكما تابعنا هذا الحوار الذي أجري مع نائب رئيس البنك الأسيوي على هامش هذه الاجتماعات الخاصة بالبنك في شرم الشيخ، بنك الاستثمار في البنية التحتية الأسيوي. أعود مع حضرتك مرة أخرى لطبيعة فلسفات أو الخطط التي يقوم البنك بتنفيذها في مثل هذه المشروعات. هل البنك هو الذي يقترح المشروعات التي يقوم بتمويلها، أم يترك كل دولة تحدد المجالات التي هي بحاجة لدعم تمويلي فيها؟ احنا عندنا شقين. الشق الأولاني ان الدولة بتحدد أهدافها، وده طبعا كل دولة بتبقى حسب الاتجاه السياسي والاقتصادي بتاعها. الشق الثاني التمويل بيجري على كل مشروع هو شايفه مربح. يعني انا النهارده لو عندي دوله فيها معدلات نمو في قطاع مثلا زي الطاقه، هو بيتكلم عن الطاقه النهارده، القطاع الطاقه وهو بيستثمر فيه كقطاع بنيه تحتيه، فبيبتدي ان هو يموله، بيزود حتى استثماراته، بيبتدي يعمل يعني حتى لو الدوله دي في عندها مشكله بيحاول ان هو يعالجها كاختلال هيكلي او حتى كنو هاو، وابتدي يتعامل مع الدول اللي عندها نو هاو، وممكن يبقى في شراكات مشتركه او تمويل لمشروعات مشتركه ما بين الدول، بحيث ان هو يزود القطاع ويزود الجاذبيه بتاعته، لان هو هيستفيد بعد كده. لان النهارده يعني لو اتكلمت مثلا على قطاعات الطاقه الشمسيه او الواح الطاقه الشمسيه، النهارده انت بتدفع 7 سنين وبتستفيد من الالواح الطاقه الشمسيه لمده 25 سنه، فانت بتاخد الفتره اللي بعد كده حوالي 18 سنه ببلاش طاقه. النهارده هو لما يدخل معاك في مشروع زي دوت، وانت عندك النهارده مصنع للالواح الطاقه الشمسيه في مصر، ويبتدي هو يزود العمق دوت، ويبتدي يغذي جزء كبير من افريقيا، وهو يستفاد ان انت هتبقى لو دول عندك في اسيا عايزه التكنولوجيا دي او عايزه الالواح وهي ما عندهاش المكون بتاع الالواح نفسها، هيبتدي ياخده من عندك، وبالتالي هو كمان ممكن يدخل معاك في شراكات هو يستفيد منها، هو بيكبر راس ماله، وانت ما بيحصلش عندك ضغط في العمله، او بيحصل عندك رواج كمان في القطاع، لان بتلاقي مؤسس او سبونسر كبير بيدعمه. يعني لما جت شركه سيمنز بتشتغل، شركه سيمنز الالمانيه اشتغلت معاك في قطاع الطاقه، النهارده انت عندك غطيت وابتديت تطلع كمان تربط مع دول في اوروبا، ربطت مع تقريبا كل الدول اللي حواليك، ربطت مع السعوديه، ربطت مع السودان، وربطت مع ليبيا بالشبكه، وطلعت اليونان عشان تربط مع اوروبا، وبتصدر النهارده لاوروبا طاقه، وبتصدر انواع اكتر من نوع من طاقه. ابتدت ايدي الايطاليه تجيلك عشان تدور على الاستكشافات البتروليه. فالنهارده لما جت سيمنز هي شجعت بقيه الشركات العالميه انها تدخل عندك، وبالتالي لما بيجي عندك مؤسسه دوليه مثل هذه الشركات تتواجد من اجل الربح في المقام الاول. يعني ما كان لها ان تتواجد ان لم تكن ستحقق الارباح التي تطمح اليها. ما البنوك الدوليه وصندوق النقد كل ده بيطمح في ارباح، لكن ارباحه غير ارباح الشركات طبعا. هي مؤسسات في البدايه بتكون
يعني قليلة الربحية لكن بتربح في 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 يعني في النهاية هي بتربح، لكن وبتستنى عليك في القروض لفترات أطول. طب مهم يا دكتور سمير، يعني انطلاقا من حتى من خبرتك في المجال الاقتصادي، مثل هذه المصادر للتمويل تعتبر مصادر جيدة أو آمنة أم أنها تمثل عبئا أيضا على كاهل الدولة؟ هي بتمثل عبء على كاهل طبعا الدوله، ده قولا واحدا، لكن انت بتستفيد منها ازاي؟ يعني انا باخد قرض، انا النهارده خلينا على المثال الشخصي، النهارده هروح اخد قرض من اي بنك في مصر مثلا عشان اشتري شقه ولا عشان اعمل مصنع؟ فلو انا عملت مصنع فانا هيجيب لي ربح، لكن انا لو اشتريت شقه فانا هسكن فيها فقط مش هتجيب لي ربح، فهضطر ان انا اعمل اشتغل عشان اسدد القرض، وبالتالي انا استفادتي من القرض هتبقى عامله ازاي؟ طب هنا على اي دوله أن تبحث عن مصادر تمويل أخرى؟ أو بمعنى آخر بشكل عام، هل هناك مصادر تمويل أخرى آمنة لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة أو البنية التحتية بعيداً عن مثل هذه المصادر التمويل التي تمثل عبئاً شئنا أم أبينا على كاهل أي دولة؟ هي الأعباء المالية بتيجي في الموالنة العامة للدولة للقروض طبعاً، لأن أنت بتدفع فوائد بعد كده وبتبقى هي خدمات الدين هي المشكلة. القرض نفسه انت بتستفيد منه، النهارده انت بتعمل طريق انت ما بتاخدش منه فلوس، لكن انت بيبقى فيه الطريق بيمهد، لكن انت يقول لك استثمارات، تجتذب استثمارات دي. الاستثمارات هي اللي بتعمل لك العائد اللي انت بتقدر تسدد منه القرض ما بين الـ يعني الملاك الاصليين للاستثمار. ده هيكون رائع لو هو في خطه كامله متكامله او رؤيه كامله للدوله انها تضمن من خلال انها وهي بتنشئ الطريق ده في استثمارات هتيجي، لكن ماذا لو لم تأتي الاستثمارات؟ هيبقى الاستثمار بهذا الشكل؟ ما احنا عملنا قناة السويس، النهارده احنا حفرنا قناة السويس الجديدة، ما كانش في عندك أي خطة غير ان الحفر ان انت تزود حركة الملاحة فقط. النهارده انت بتعمل منطقة اقتصادية، ودول يعني النهارده روسيا بتطرح عليك منطقة بتقول لك انا عايز اعمل منطقة اقتصادية، الصين بتتكلم عايز من سنين هم بيتكلموا في الكلام ده، لكن في يعني حيز التنفيذ، هو احنا بنتكلم في حيز التنفيذ بيبقى بشروط، انا هستفيد ايه كدولة؟ يعني انا هدي له الارض وهدي له وهو عنده ممر ملاحي بيعدي عليه 12% من يعني حجم التجارة العالمي النهارده، انا هستفيد ايه كدولة؟ فلازم انا كمان ليا استفاده، فممكن يبقى المفاوضات في حجم الاستفاده او قدر الاستفاده من المشاريع نفسها اللي هتكون، وتكون خطه الدوله قد تتوافق مع دول ولا تتوافق مع اخرى. يعني مثلا يعني احنا من كم يوم تقريبا اتمضى مصنع الاطارات في قناه السويس، ده هيصدر للعالم كله وبالتالي حركه الملاحه، وبالتالي انا استفادتي هيبقى دخل للعمله اللي هي فيها مشكله او يعني فيها انتقاص في الدول الناشئه بشكل عام، وانا عندي مشكله فيها في مصر. اصل هو السؤال الاهم الذي يجب ان نواجه به انفسنا، ممكن هذه الرؤيه الكامله المتكامله تتوفر عند حد زي حضرتك رجل اقتصاد من الممكن ان يقيم مثل هذه الخطوات وبعض المشروعات على المدى القريب المدى البعيد لغير ذلك، لكن أي إنسان بسيط أو رجل بسيط يستمع لحضرتك الآن هسألك بشكل مباشر، تحدث كيفما شئت عن كل هذه المشروعات الطموحة في الطاقة في الاستثمار في البنية التحتية، إيه العائد الذي سيعود علي خاصة في الأمور الحياتية اليومية؟ هو في فرص عمل، في توظيف هيبتدي طبعا مع حركة الاقتصاد أو دوران الاقتصاد، يبتدي يحس هو بمردود اقتصادي الحاجه. يعني احنا النهارده عندنا مثلا لو جيت في القطاع الزراعي، احنا عملنا موضوع الصوب وعملنا مشروعات كبيره جدا، النهارده الحاجه متواجده، انت النهارده انت بتصدر ل 160 دوله، انت كنت بتصدر ما كنتش بتصدر الرقم ده، بتصدر ل 160 دوله من المشروعات اللي اتعملت، قد يكون بقى هناك فلاح عامل نقل، ناس كتير استفادت، في جزء عنده مشكله في الاسعار ده موجود، لكن في جزء تاني استفاد. ده مش جزء، ده الشارع كله يعني. ما انا بقول لحضرتك ما في مصدرين النهارده بيصدروا بيكسبوا كتير جدا، وفي النهارده عندي ازمه مثلا في الاسواق الداخليه ان فيها انتقاص في السلع وبالتالي سعرها مرتفع، ده موجود وده موجود، لكن في فئه استفادت. لما اشتغلت في قطاع
الهاوسنج او قطاع الاسكان. يعني الاسكان شركات احنا اتكلمنا النهارده الرئيس بيقول لك 5000 شركه في القطاع البنيه التحتيه والاسكان وشركات المقاولات تشتغل بشكل كبير جدا، وبالتالي ان في عدد من شركات التسويق اشتغلت عليها، شركات الاسمنت والحديد ده كله كان في فتره كان فيها ركود في الاسمنت والحديد، النهارده بنتكلم في شركات المكمله للقطاعات كمان اشتغلت، وبالتالي انت عندك الاقتصاد دور اف، في عندك مشاكل اقتصاديه في الاسعار في الدخل، في مشاكل بنحاول نعالجها زي القطاع الاعمال العام والقطاع الحكومي مرتبات منخفضه وبتاع، لكن في حوافز قد تكون. ان كنت صانعا للقرار تذهب للبنك للبحث عن مصادر تمويل او تطلب تمويل منه؟ هو طبعا مشكله المشروعات على مستوى العالم التمويل، فانا لازم نطلب تمويل، لكن اطلب تمويل ابقى عارف انا هسدده ازاي، هسدده على كام سنه، هسدده التدفقات او العائد بتاعته يبقى فيه رسم واضح لي حتى المشروعات المكمله ليه. يعني النهارده هعمل طريق، هذا الطريق دوت هعمل في اخر منطقه صناعيه، هعمل في اخر منطقه سكنيه، لازم يبقى التخطيط ده واضح كمان للكل، يعني لازم يتم اعلانه بشكل واضح للجميع بحيث ان الجميع يخدم هذا الهدف. وبالتالي هنا يعني هيبقى في عمليه وضوح للشارع، بيبقى الناس عارفه احنا رايحين فين، ويمكن الرئيس بيطلع يتكلم يعني كتير مع الناس بشكل واضح، لكن الاجهزه بقى لازم تطلع هي كمان توضح كل صوره وكل هدف لكل قطاع. طب التمويل الذي يقوم به البنك فقط يعطي الاموال أم يشرف على تنفيذ المشروعات بنفسه؟ الاثنين، بيعطي ويشرف، لأن جزء من الإشراف، لأن هو الاستغلال ده فين؟ لأن أنا النهارده لما يعني يبقى في قرض، يعني لضمان عدم الفساد أو ذهاب الأموال في اتجاهات أخرى بعيد عن المشروعات المستهدفة، هو يتابع تنفيذ المشروعات بنفسه بشكل كبير، زي ما صندوق النقد ما بيبعت لك كل فترة يعني عشان يديك شريحة من القرض، بيبعت لك كل فترة مراجعة انت عملت ايه بالقرض القديم، وهتاخد القرض الجديد الجزء منه هتعمل بيه الجزء الجديد، وبالتالي كل المؤسسات الدولية بتعمل كده. لكن لا يتواجد يعني بنفسه في تنفيذ المشروع، لا يتواجد تنفيذ المشروع، لكن هو بيجي يشوف طريق في الاخر، يعني هو انا عايز اشوف طريق ويبقى عن مهندسين، ممكن يبقى معاه لجان المهندسين وطريقه الاستلام ويكون اشرافه ازاي، لان ممكن في طريق تعمله بعد شويه مثلا يعني ينهار او في مشكله. طيب اخيرا برضو واحده من النقاط قبل ما اختم مع حضرتك، بيستوي في كل الكلام اللي احنا قلناه ده القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بمعنى انه البنك بيقدم هذه التمويلات من الممكن هو يقدمها لقطاع خاص داخل الدوله لتنفيذ مثل هذه المشروعات؟ لو شركات قويه طبعا، يعني في شركات عملاقه في مصر، وشركه مثلا انت بتتكلم على شركتين مثلا، لو اتكلمنا يعني انا مش عايز اذكر اسماء شركات، لكن احنا مثلا عندنا اوراسكوم المصريه دي شركه مقدمه النهارده، ما تذكرت اسماء في امريكا، لكن عندنا ما يواليها مثلا في القطاع الاعمال العام المقاولين العرب، شركه ضخمه، وبالتالي انت عندك شركات قويه جدا. طيب لازم التمويل يأتي من خلال الحكومة أو الوزارة بعينها، ولا من الممكن أن هذه الجهات تتفاوض بشكل مباشر مع البنك؟ حسب قوة الشركة، يعني في شركات تقدر تتفاوض على قروض بمليارات بتريليونات مش مليارات في مصر، يعني في شركات رايحة السعودية النهاردة بتعمل يعني مشروعات كبيرة جدا في إسكانية شبه اللي اتعملت في مصر النهاردة، وفي شركتين تحديدا يعني، بس خلاص غير يعني ما تذكر اسماء وتذكر اسماء لا هم معروفين يعني، بص عليهم في البورصه هم يلاقوهم يعني. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على مشاركه حضرتك معانا، دكتور سمير رؤوف الباحث الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول طبعا لحضراتكم في ختام هذه التغطيه الاخباريه لهذا الحدث المهم الذي تشهده مدينه شرم الشيخ، الاجتماعات السنويه الثامنه للبنك الاسيوي للاستثمار في البنيه التحتيه. تبقى خدماتنا الاخباريه مستمره معكم على مدار الساعه، ارجو ان تبقوا دائما معنا.